منظمة الصحة العالمية بتثني على معالي وزير الصحة ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بهذه المبادرات التي تسهم بشكل فعال في انه المؤشرات الصحية للمملكة بتبقى أفضل وأفضل، لأنه حضراتكم عارفين انه الرياضة من الحاجات الأساسية اللي بتقلل خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة زي السرطان أو أمراض القلب أو سوء التنفس أو غيرها، لأنه الممارس للرياضة مثلاً بيكون عنده قابلية أقل للتدخين أو للسمنة المفرطة أو غيره من الأشياء المسببات اللي بنسميها مسببات خطرة للأمراض. وبالتالي إحنا هذه الامشي 30 متوافقة مع الرياضة للجميع اللي بتتبناها منظمة الصحة العالمية في كل تجمعاتها. يعني مثلاً في الاجتماع السنوي اللي بيعقد لوزراء الصحة على مستوى العالم في مايو من كل عام في جنيف، بيشارك فيه طبعا معالي وزير الصحة السعودي، دايما بتبتدي بنشاط زي ده. يعني كل الوزراء بيمشوا 30 دقيقة حوالين مبنى منظمة الصحة العالمية في سويسرا، وبالتالي احنا سعداء ان المملكة بتعملها بشكل منفرد للمواطنين وللإخوة السعوديين وبتدعو إليها، ومعالي الوزير بيدعمها كل عام. احنا العام الماضي المبادرة شرفت بحضور دكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كان متواجد في المملكة بالصدفة في هذا التوقيت، ومعالي وزير الصحة دعاه وأنا كنت موجود، والحقيقة كانت مشاركة جميلة. كل سنة الزخم بيزيد والعدد بيزيد والاهتمام بيزيد. أنا الحقيقة سعيد بانفتاح وزارة الصحة السعودي والمملكة على المبادرات الدولية وعلى المنظمات الدولية، وأثني ثناء كبيرا على خادم الحرمين واسمه الأمير ولي العهد على توجهاته بأنه السعودية تبقى منفتحة على المنظمات الدولية بهذا الشكل. نحن نعيش أزهى عصرنا في التواصل، في الفعاليات المشتركة، وفي إبراز دور المملكة اللي العالمي، اللي ممكن خبرات كتيرة معمولة هنا وتوجهات كتيرة تتبناها المملكة يستفيد بها العالم ككل.